كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أولاد أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد شو بدي بالبلاد الله يخلي الأولاد إيه كيفك أنت ملا أنت الله شكرا. الله فعلا الله يخلي الأولاد إن شاء الله إن شاء الله.